من جديد يعود شبح وباء حمى الظنك في مدينة الحوطة إلى الواجهة، حيث أدى انتشار البعوض الناقل لوباء الحمى إلى إعلان حالة استنفار لمكتب الصحة العامة والسكان بمديرية الحوطة عاصمة محافظة لحج، وهو ما استدعى تنفيذ حملة رش ضبابي في أزقة وحواري المدينة بعد عدة بلاغات من السكان. نظرا لل يعني ظهور حالات حميات في مديرية الحوطة وانتشار البعوض والبلاغات من جميع حارات الحوطة بأن البعوض المتزايد يعني سبب إشكالية، ولهذا قمنا بحملة رش طارئة بحدود وإمكانيات بسيطة تمام للحد من انتشار هذا البعوض داخل المديرية. بات الوضع يسبب مشاكل عديدة للأهالي خاصة بعد ظهور حالات مصابة بوباء حمى الظنك والملاريا التي تتزايد يوما بعد آخر، تاركة للأسر الفقيرة هدفا سهلا للبعوض والحميات القاتلة. احنا موت عيالنا، نامسي من نمس راح يوم ماشي أذن المغرب لو قدحنا خلاص بنطير. نحن في هذه الفترة نعاني كثير من الأمراض وخاصة حمى الظنك والملاريا، ونتيجة لأن أيضا ما فيش اهتمام. أكثر من 100 حالة اشتباه وعشر حالات مؤكدة تم رصدها من قبل برنامج الترصد الوبائي بمديرية الحوطة، بالإضافة إلى اكتشاف حالات تحمل الطور الناقل للملاريا والذي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع مستقبلا بحسب الأطباء. خلال الفحص المجهري مثلا نحن ثلاث حالات ملاريا إيجابي، من هذه الثلاث الحالات الملاريا الإيجابي كانت حالتين فيها الطور الناقل للملاريا الذي هو يسموه الجاميتوسايت. هنا تكون الخطورة أن الجاميتوسايت هذه ممكن البعوض يجي يعض هذا الشخص المريض وينقله إلى أشخاص آخرين ويروح يعض أشخاص آخرين ينقل العدوى. معناته أن ممكن تكون بعد شهر، بعد 20 يوم، بعد شهرين الحوطة بؤرة لهذه الأمراض. رغم التحرك السريع من قبل مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية الذي نفذ هذه الحملة بإمكانيات متواضعة، إلا أن الفرق لا تستطيع تغطية كافة المساحات بالمديرية لتتواصل إطلاق مناشدات عاجلة بالتدخل لإحتواء وباء حمى الظنك والملاريا بعاصمة المحافظة. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.